متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، انطلاقه موفقه لشوط اخر، وزميل اخر ايضا يشاركنا بالتعليق في هذه المسيره، سعيد لوهيبي هو من يرافقنا بالتعليق في هذا الشوط، اتمنى له حسن المتابعه والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، تتواصل انطلاقاتنا، تتواصل اعزائنا المشاهدين، اعزائنا الحضور، حفلنا الكريم محبي وعشاقي رياضة الآباء والأجداد. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط العاشر لفئة القعدان الأصايل في أرضية ميدان الأهباب، ونفتتح إذاعة هذا الشوط مع مبدع الراشد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي في المركز الأول، في الصدارة في المقدمة، وفي ثانية المراكز من الجانب الآخر المشير محمد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلم في ثانية المراكز، وفي ثالث المراكز في ثالث المراكز، هناك الزعيم راشد بن سعيد بن محمد بالكمدة في ثالث المراكز، وفي رابع المراكز في رابع المراكز حامل الرقم 27 سبع سلطان بن علي بن الهناوي مع شاهين في رابع المراكز، وفي خامس المراكز حامل الرقم الشقب سعيد بن علي بن رشيد الاكتبي. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة والمركز الأول، نعود إلى قائد هذا الفيلق، نعود إلى المقدمة هو الرقص مع الصدارة مع مرغم، سلام يا مرغم الخليفة بن سالم بالضباعة الاكتبي في المقدمة في الصدارة، وفي ثانية المراكز هناك مبدع راشد بن علي بن راشد بن سويلم، جرى التغيير جرى التغيير مع مبدع، مبدع في المقدمة، مبدع في الصدارة، مبدع وابدع مبدع، سلام 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 راشد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي، سلام على مبدع رقص مبدع، ولكن جرى التغيير جرى التغيير من سنيار غدير بن محمد بن هندي المهيري، سلام 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 تهنينا والناموس لغدير بن محمد بن هندي المهيري على فوز سنيار، وفي ثانية المراكز هناك اثنين حامل الرقم اثنين مبدع راشد بن علي بن راشد بن سويلم، وفي ثالث المراكز ثالث المراكز هناك مع محمد بن سلطان بن رشيد في ثالث المراكز.